جديد على قناتنا وقناتكم ام بي طوب. الاصدقاء في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا علاقه جزائريه من محللين الاعلام الجزائري. الخوف دخل معاهم وتزاد معاهم الزايد بصراحه، ولاو كيترعدوا في التحليل ديالهم لان هذا الشيء هذا ما فيهش اللعب. قوات حفصر وصلت للحدود الجزائريه وهذا الشيء هذا خلاهم انهم يدخل معاهم الخوف والرعب بصراحه، لان هذا الشيء هذا ماشي مثل السوشيال ميديا اللي كنتكلموا حنا وكردوا عليهم وكيردوا علينا وكيبقاو يهضروا بزاف وكيخرجوا عينيهم. هذا الشيء هذا يعني فيه الواقعيه. قوات حفتر وصلت الحدود قرب الجزائر وقرب تونس، لان الاعلام التونسي والاعلام الجزائري كيتكلم على هذا الموضوع هذا، لان هذا الشيء هذا يعني بصراحه ما فيهش اللعب. هذا الشيء هذا واقعي. فاش كيتكلموا على المغرب وكيتكلموا على الصحراء المغربيه فكيبقاو يخرجوا عينيهم، لا غربيه كذا ماشي مغربيه، لا كذا هذه بوليزاريو الطن هذه الصحراء، تبقاو يهضروا بهذه الطريقه هذه وتيخرجوا عينيهم. لكن في هذا الموضوع هذا فكيسايسوا وكيهضروا بهدوء، لا حنا اخوه وتنقادوا الامور، تنقادوا الامور مع دول الجوار مع مالي مع النيجر مع تشاد، لا خصنا نقادوا الامور بصراحه. بان لينا هادشي هذا ما تتقولوش ملي تتكونوا تتكلموا على المغرب وعلى الصحراء المغربيه وكذا، فكتبقاو تخرجوا عينيكم. فما نطولش عليكم بزاف الاصدقاء. المهم العنوان ديال الحلقه ديالهم كتكلم على دلالات تواجد قوات حفتر قرب الحدود الجزائريه ووفد وزاري هام نيجيري يزور الجزائر. ما نطولوش بزاف الاصدقاء، خليكم مع الفيديو. كونكم كما العاده دائما خليكم على قناتنا وقناتكم ام بي طوب. نتلاقاو في فيديو قادم وخبر قادم ان شاء الله. السلام عليكم.